قبل أيام انتشرت قصة نجاح مصرية بشكل كبير على السوشيال ميديا، مفادها بأن شابا مصريا يبلغ من العمر 24 عاما قام بابتكار سيارة تسير بدفع الهواء بدلا من الوقود، كما وسجل براءة اختراع تؤكد ذلك وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي مع فيديو يوثق هذا الإنجاز. الخبر أحدث تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا، وتلقى مصطفى إشادات واسعة على هذا الاختراع المبني على محرك يعتمد على ضغط الهواء لتحريك المركبة بدلا من انفجار الوقود داخل المحرك. وهذه السيارة شبيهة بالسيارة التي تعمل بالكهرباء، حيث أن خزان الهواء يستخدم كبديل للبطارية، ومحرك الهواء يستخدم كبديل لمحرك الكهرباء. كثير ربما هنا من التفاصيل التقنية بعض الشيء. على العموم السيارة التي ابتكرها كانت بدائية ولغايات البحث بالتأكيد، لكنها وبحسب ما يقول مصطفى إن نجحت وتم الاستثمار فيها بشكل كبير فستكون نقطة تحول كبيرة في عالم السيارات النظيفة التي لا تعتمد على أي نوع من أنواع الطاقة التقليدية. دعونا نتابع. وللمزيد حول هذا الاختراع ينضم إلينا المخترع بنفسه من القاهرة مصطفى السويفي. مصطفى أهلا بك معنا، حدثنا أكثر، هل هي السيارة الاختراع أم المحرك الجديد هو الاختراع؟ أهلا، إزاي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا فيك. حضرتك الموتور هو الدفعة طبعا الموتور أهم حاجة، والخزان بتاع العربية إن هو يمشيها، ده أهم حاجة طبعا. طيب حدثنا أكثر، كيف يعمل هذا المحرك مصطفى؟ حضرتك المحرك شغال، هو موتور بنيوماتيك بيشتغل عن طريق ضغط الهواء. ضغط الهواء طبعا بيتم ضغطه في اسطوانة هواء، وطبعا الضغط ده بيروح للموتور، والموتور بياخد ضغط الهواء ويدينا حركة ميكانيكية. في يعني تعديل تم في الموتور البنيوماتيك ده، ان هو يقدر ان العربيه تبقى عزمها شديد وسرعتها تزيد، بس فيها تطوير اكيد، يعني لان طبعا التطوير ده دلوقتي بامكانياتي انا، امكانيات بسيطه جدا جدا، فزي ما حضرتك شايفه حاجات بدائيه جدا جدا، فباذن الله في التطوير هنلاقي حاجه احسن من كده. طب مصطفى انت اخذت براءه اختراع للسياره ام للمحرك؟ للمحرك وللسيارة يعني. تم دلوقتي براءة الاختراع اللي معايا موجود فيها شرح كيفية المحرك والتخطيط والرسم بتاع العربية كاملة يعني. طب مصطفى هل هي فكرة فعلا جديدة اليوم في عالم السيارات، يعني هذه السيارة وهذا المحرك، هل كانت من قبل يعني هناك محاولات لابتكار محرك كهذا؟ هل فكرة جديدة؟ اكيد طبعا، هو كان في ان انا احاول يعني ان انا اعمل حاجه زي كده. طبعا هي الفكره جت عن طريق ان انا يعني كنت يعني بحب المواتير ازاي شغاله، وكان عندي فضول ان الموتور ازاي يشتغل، ان ازاي نحط له بنزين والبنزين يشغل الموتور. فطبعا البنزين مع شراره بيولد انفجار داخل الموتور، بيعمل ضغط، فالضغط ده بيساعد على تحريك الموتور وان الموتور يشتغل. فدلوقتي الحمد لله قدرت ان انا دلوقتي، طب بدل ما اجيب مثلا بنزين وشراره، طب ما اجيب ضغط جاهز من بره، يعني ضغط من الهواء انا ضغطه بره، وطبعا يخش عن طريق الاسطوانه ويشتغل المحرك. والحمد لله الفكره نجحت، وباذن الله فيها تطوير جامد باذن الله. يعني عاده مصطفى السياره ما تحتاج الى كهرباء او ربما تحتاج الى وقود، ولكن سيارتك تحتاج الى هواء، اليس كذلك؟ طيب مواصفات السياره الان، هل هناك مواصفات؟ سرعه طبعا. السياره، المسافه التي تستطيع ان تقطعها هذه السياره؟ دلوقتي اكيد حاجات بدائيه جدا، يعني المسافه اللي هي بتقطعها دلوقتي طبعا نص كيلو،
هي نص كيلو متر، عشان دلوقتي الخزان اللي هو التانك، مكان تانك اللي هو تانك الهواء، طبعا ده صغير جدا يعني على قد امكانياتي، وطبعا امكانيات بسيطة جدا جدا. فبإذن الله ده لو تم تعديله او تم تطويره من 8 بار الى 800 بار، طبعا فيها يعني مسافات اعلى بكتير. وطبعا الموتور اللي يتم تعديله انه ما يهدرش 1% هواء، لانه دلوقتي بيهدر اكتر من 30% هواء. فالهدر ده طبعا بيساعد، يعني بيساعد ان الاسطوانه تخلص بسرعه او التانك بتاعي يخلص بسرعه. طبعا لو هو ما فيش هدر 1% يعني والماتريال انت تتحدث مصطفى بشغف الخزان عن هذه بيستحمل السياره، اكتر. ويعني ارى بان لديك مشاريع لتطوير هذه السياره. ماذا لو جاء طبعا طبعا غدا مستثمر ويريد ان يستثمر في هذه السياره وهذه الفكره، ما المطلوب لتطويرها؟ طبعا حضرتك، انا في بكالوريوس علوم حاسب كمبيوتر ساينس، فحضرتك انا مش درست ميكانيكا سيارات او ميكانيكا باور او انتاج، فطبعا هبقى محتاج دعم من مهندسين وخبراء طبعا في هذه المجالات كلها. فحضرتك طبعا هبقى محتاج دعم جامد من مهندسين، وطبعا محتاج افكار، يعني هي الافكار موجودة بس التنفيذ، لان في حاجات انا مش درستها ومش عارفها. ونحن نتمنى لك التوفيق بكل تأكيد. شكرا لك مصطفى السويسي، المخترع، مخترع هذه السيارة التي تعمل بالهواء، كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا لك.